ده يمكن اجيلك. اي لاعب في حياته بيبقى ليه مدرب اثر فيه، يعني لو قعد كده سرح مع نفسه شويه يقول يا مثلا يعني ربنا يديله الصحه الراجل ده يعني او المدربه دي ساعدوني. مين من المدربين شايفاه كان ليه بصمه في حياتك الرياضيه؟ كابتن إيهاب الألفي. كابتن إيهاب ما اتمرنتش معاه كتير في النوادي، بس كنت بتمرن معاه برايفت، وكنت بحب اتمرن معاه قوي، وهو اكتر حد واثق فيا حتى في المنتخب وكده. هو اللي كان بيبوش مي يعني ان انا ابقى احسن، ان هو يعني ياخدني حتى، وتعلمت منه حاجات كتير اكيد يعني. بس فكابتن ايهاب هو اكتر حد. برافو، قلت كلمه حلوه ان هو وثق فيك. لعلمك اللاعب بيبقى عايز المدرب يعني يثق فيا، يعني بيبقى فلما بيحس المدرب بيثق فيه حتى لو هو في ناشئين ما بنساوش. ايوه، فتقريبا كابتن ايهاب الالفي لمس ده، ودي صورتك معاه على فكره. شفتي بقى احنا جايبين كل حاجه، يعني انت بس قولي اللي انت يعني عارفه، انت زي اول ما تيجي الفكره هتيجي في دي. كانت فين الصوره دي؟ في اسكندريه. اسكندريه كان عندنا معسكر في اسكندريه، مع المنتخب. وخرجنا يوم كده. كان في طبعا في اوقات بنخرج، كان ايه ده، اكل السمك ولا ايه ولا شفتي بقى، لان انا عارف دي ابو قير على ما اعتقد. صح. انا فاكر الحته دي عندها مطاعم سمك كتير. فانت كابتن ايهاب الالف انت من هنا بتقدمي له تحيه طبعا، كمدربين اثروا فيك. يعني كمدرب، كاب يعني، انا بعتبره ابويا الثاني. لاعب كبير ونجم كبير. طيب.